الجميل احمد زاهر النهارده افضل ممثل في دير جيست، بنرحب بيك ومبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك. ميرسي. كنت متوقع ان ممكن تاخد جايزه بعد مسلسل البرنس ونجاح كبير؟ الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، دي سادس جايزه او سابع جايزه تقريبا. الحمد لله، الحمد لله. لؤلؤ بقى قرب يتعرض خلاص ان شاء الله يوم 27 باذن الله، هيتعرض يا رب يعجب الناس ان شاء الله. هيبقى مختلف تماما عن البرنس؟ اه ان شاء الله باذن الله، حاجه مختلفه يا رب تعجب الناس. محمد سامي برضو بتكرر التجربه معاه تاني، محمد سامي بتكرر التجربه معاه، واضح ان محمد سامي يعني لا وش الخير على احمد زاهر، واحمد زاهر وش الخير على محمد سامي. طبعا 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 استاذ محمد سامي وش الخير عليا وانا بس هو استاذ محمد سامي هو المشرف على التاليف والاخراج في المسلسل، لكن المسلسل اخراج استاذ محمد عبد السلام. اتكلمنا عن تعاونك مع مي عمر بقى. مي عمر دي اختي وحبيبتي وصديقتي وفيما يعني انا واسره الاستاذ محمد سامي في علاقه اسريه يعني بقى لها سنين يعني، فمي دي تعتبر اختي، اختي شقيقتي يعني، وبتمنى لها كل النجاح يا رب في اول بطوله ليها، وهي تعبت بصراحه وربنا اكيد يعني بيدي للي تعب، فهي تعبت وان شاء الله ربنا يديها نجاح كبير باذن الله.